قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة من قلب محب أو بسبب معروف قدمته لوجه الله وقد نسيته. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم سعادة لا يخالطها هم ولا حزن. كن نافعا ولو بالنية، فإن الله إذا رأى فيك خيرا يسرك للخير. اللهم إنا نسألك أن تتولنا برحمتك الواسعة وإحسانك العظيم ولطفك الجميل، وأن تيسر لنا كل عسير. اللهم افتح لنا من أبواب رحمتك ما لم يخطر يوما على قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معايا اليوم دجاجة مشوية في الكيس الحراري، كمان معاها خضار عاملاه على البخار بطريقة لذيذة وصحية بدون ولا نقطة زيت. ان شاء الله تعجبكم، جربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. بجد أكلة يعني لذيذة جدا جدا، يعني مش قادرة أقول لكم طعمها بيطلع حلو قد إيه. طعمها لذيذ جدا، بتطلع جوسي كده طرية جدا، وبيطلع كمان لونها حلو جدا. هقدمها لكم مع خضار سوتيه مشوي على البخار، إن شاء الله يا رب أتمنى إن هي تعجبكم. مكوناتها بسيطة جدا ومش بتاخد وقت كبير. يلا نشوف مع بعض إيه هي مقاديرها. معايا علبة زبادي، معايا ملح وفلفل أسود، معايا نص معلقة من الكاري، ونص معلقة من الكركم، نص معلقة بابريكا، نص معلقة بصل بودرة، وكمان نص معلقة ثوم بودرة. عندي كمان بهارات دجاج مشكلة اللي هي بنحطها للدجاج المشوي. هي دي معايا بس المكونات اللي أنا هحطها. هحط الزبادي وهحط عليه المكونات بقى اللي معايا اللي أنا قلت عليها. لو بتحبوا طبعا الفلفل الحار هتحطه، ده على حسب اختياركم. وهقلبها كويس جدا علشان الزبادي تتشرب معايا بالبهارات اللي معايا وتطلع طعمها حلو جدا. الزبادي بجد مع الدجاج بيدي طعم حلو جدا في الشوي. كمان التوابل اللي انا حطاها دي بتدي طعم لذيذ جدا، من غير ما احط بصل عادي او طماطم او الحاجات دي انا مش هحطها، هعملها المرة دي بكده. في خلطات تانية طبعا لازم نحط لها بصل وطماطم، بس الخلطة دي فعلا سريعة ولذيذة جدا. ممكن تتبلي الدجاجة بيها وتحطيها في الفريزر، يعني انا لما بيكون عندي كمية من الدجاج وعايزة اعمله كله متبل بنفس الطريقة كده، بعمل مثلا 3-4 واخليهم في الفريزر، بحط عليهم الخلطة زي كده وأدعكها كويس جدا، وبغلفها في الكيس اللي أنا هحطه في الفريزر، وبتقعد معايا. أول لما أنا قبل بالليل بطلعها في التلاجة العادية أحطها في الرف، لحد تاني يوم الصبح تكون فكت معايا بكل التوابل الشوي. بجد ما بتاخدش وقت، بحطها على طول في الكيس الحراري. ممكن أحط معاها خضار، بس اليوم أنا عامله لكم سوتيه كده عاملاه على البخار علشان يكون بطريقة صحية وبيطلع طعمه لذيذ جدا جدا من غير ما أحط فيه أي زيت ولا أي شيء، يعني عاملاها صحية 100%. اللي يأكل منها فعلا مع الخضار يعني لذيذة جدا. ممكن تختاروا كمان الخضروات اللي هي قليلة السعرات الحرارية، بتطلع لذيذة جدا. بتبلها بالطريقة دي كلها بقى من جوه ومن بره، يعني تبليها بجد كل ما بتعملي لها كده بتطلع طعمها لذيذ جدا. بحطها بقى في التلاجة، بسيبها لمدة ساعتين على الأقل، يعني لإما تكوني متبليها الليل. كل ما بتقعد في التتبيلة بجد بتطلع طعمها أحلى بكتير لما انت تتبليها وعلى طول تعمليها. هعمل ايه بقى تاني؟ اديني هحطها في التلاجة ولما اطلعها هتشوفوها معايا كده. انا عملتها، انا طبعا سبتها من بالليل ودلوقتي بعملها. فدلوقتي شايفين انا هعملها في كيس الشوي الحراري ده، يعني طبعا على حسب الدجاجة معاكو كام كيلو. انا عاملاها تقريبا يعني كيلو ومتين جرام. عندي بصل قورمة بالشكل ده، البصل الصغير ده بيطلع طعمه لذيذ جدا مع الشوي، والخلطات كمان بتاعته بيطلع شكله وطعمه لذيذ جدا. ممكن تحطوا معاها زي ما قلت لكم اي خضار، جزر، بطاطس، بسلة، كوسة، بيطلع حلو جدا مع الشوي في التتبيلة دي كمان. بس المرة دي انا عاملاها بس ببصل القورمة، لكن الخضروات ان شاء الله هوريها لكم بطريقة حلوة جدا وسهلة. هنعملها على البخار ان شاء الله على بال لما الدجاجة تستوي معي.
هحط الدجاجة بقى بالشكل ده، هحطها في الكيس وتحتيها زي ما قلت لكم البصل. شايفين هحطها كده في الكيس، وافضل بقى ايه اقفل عليها، هقفل عليها الكيس. هي طبعا الكيس الحراري ليه ماسكة بالشكل ده، بقفلها من الماسكة كويس جدا، واعمل لها ايه كمان، اعمل لها فتحة علشان تطلع مني البخار، يطلع منها البخار، الفتحة دي علشان يطلع منها البخار لما تيجي تحطيها في الفرن. هتحطيها طبعا في الرف الوسطاني او الرف اللي فوق على حسب طبعا درجة حرارة الفرن اللي عندك. هي بتاخد درجة الحرارة بتكون مثلا على 170، بتاخد مثلا من ساعة لساعة ونص على حسب برضو ما بقولك درجة حرارة الفرن بتاعك. يعني فعلا في خلال الساعة ساعة ونص بالظبط بتكون مستوية جدا جدا، بتطلع طعمها في الكيس الحراري فعلا خطير. انا طبعا حطيت باقي الخلطة عليها، باقي الخلطة اللي انا متبلاها فيها بحطها عليها، وبقفل بقى الكيس كويس جدا، وادخلها الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 170، يعني من ساعة لساعة ونص. انا طبعا هشوفها اول لما الاقيها اتحمرت من بره تعرفوا ان هي خلاص استوت معايا. كمان لو ما اتحمرتش معاكم جوه داخل الكيس بتروحي معرض عليها الشواية، بس انا طبعا مش بعرض عليها الشواية ولا حاجة، لاني بتطلع معايا متحمرة ومستوية وكل شيء. هستودعها الله في الفرن واشوفكم ان شاء الله بعد ما تستوي. بعد ما حطينا الدجاجة في الفرن علشان تستوي، هعمل معاها خضار على البخار، هنسويه على البخار. بجد انا بحبه كده، او ممكن تسلقوه، بس الافيد طبعا على البخار بيحتفظ بالفايدة بتاعته. انا معايا كوسة ومعايا جزر ومعايا بطاطس، معايا فاصوليا خضراء، معايا كمان بروكلي. البروكلي انا بحبه جدا، اللي مش بيحب البروكلي ممكن يستبدله باي حاجة تانية، ممكن تحطي بسلة، ممكن تحطوا اي خضروات انتوا بتحبوها، بس ممكن تحطوا بطاطس بس على حسب ما بتحبوا. انا بحب الخضار المشكل جدا، كمان ليه فايدة طبعا غذائية كبيرة جدا. هاخد الكوسة وهعملها بالشكل ده، يعني هعمل فتحة زي كده، واعمل الفتحة التانية زي المستقيمة وشوية معوجة، يعني اول واحدة معوجة والتانية مستقيمة، بحيث ان هي تعمل لي شكل زي كده في جانب من جوانب الكوسة. شايفين شكلها؟ هعمل في الجانب المقابل ليها زي كده برضو، واحدة مش مستقيمة شوية والتانية مستقيمة، بحيث ان هي تطلع معايا بالشكل ده كده من كل جوانب الكوسة، من الجنب ده ومن الجنب التاني. الكوسة طبعا هتطلع على طول معانا بطريقة سهلة وبسيطة، وبعدين لإما اعملها اتنين لإما اعملها تلاتة، يعني على حسب حجم الكوسة بتاعتك. شايفة شكلها؟ بيطلع شيك جدا، وممكن تبينه كمان ده اكتر من كده لو انتوا عملتوا العلامات اكتر. شايفين شكلها؟ بيطلع شكلها شيك جدا، حتى لو عندك في البيت اطفال بيحبوا منظرها بالشكل ده. يعني البطاطس برضو هعملها بنفس الشكل كده، يعني لما نغير في الحاجة بتاعتنا هي البطاطس هي هي نفس طعمها يطلع هو هو، بس لما بنغير في الشكل الأولاد بيحبوه، كمان الكبار بيحبوا الشكل ده لما بيكون على السفرة شكله شيك جدا. تحطيه مع دجاج مشوي، مع لحمة، مع أي حاجة، وخصوصا إن احنا مش حاطين فيها لا زيوت ولا أي حاجة. يعني عودوا أولادكم إن هم ياكلوا الأكل الصحي، دلوقتي احنا شايفين السمنة كترت جدا، الأمراض كمان كتيرة. ليه؟ لأن احنا بناكل أكل دسم باستمرار، لكن لو نخلي الأكل الدسم مرة في الأسبوع أو حتى مرتين للناس اللي بيحبوا، وباقي الأسبوع يكون خفيف، ده هيكون أفضل. ونكتر من الخضروات، نكتر من السلطات، يعني كل حاجة كتروا منها الحاجات المفيدة. وهعمل الجزر بنفس الشكل كده. هعمله ايه بقى دلوقتي؟ انا هحطه في حلة على البخار وهسيبه لما يستوي، وتكون الدجاجة كمان استوت معايا، وهطلعهم وهوريكم شكلهم ان شاء الله. كده الدجاجة هروح اشوفها في الفرن، انا طلعتها هي خلاص استوت، مش عايزة اي حاجة. شايفين شكلها؟ انا طلعتها من الكيس الحراري وبدهنها باي فرشة عندي، ممكن بمعلقة. ليه بدهنها؟ بالصوص اللي هي نازل منها. ليه؟ علشان تدي لها لمعة وبتدي لها طراوة كمان كده، بتكون جوسي وحلوة جدا. ادهنوها كل الدجاجة او كل الفرخة، ادهنوها كويس جدا. هحطها بقى في طبق التقديم وهوريكم شكلها ان شاء الله.
وده شكلها في طبق التقديم. حطيت معاه الخضار اللي انا عملته على البخار. ممكن اللي مش بيحب الخضار على البخار او عايزه تديله طعم احلى كمان شويه، هتروحي حطاه في شويه من الزبده وتقلبيه شويه على النار بعد ما انت سويتيه على البخار. واهم شيء ما تسويهوش جامد على البخار، وما يكونش مستوي يعني قصدي جامد، وما يكونش ان هو ني، لا نخليه نص سوا كده علشان تحسوا بطعم الخضروات، وعلشان كمان ما تفقدش الفيتامينات بتاعتها. شايفين شكل الطبق؟ شكل الطبق يفتح النفس. ممكن نعمل معاه مكرونة، ممكن نعمل معاه رز، ممكن نكتفي ان احنا ناكله بس بالعيش، او ناكله كده للناس اللي عاملين دايت، يعني الخضروات مع الدجاج، فيتامينات مع البروتين، يعني وجبة متكاملة مع كمان شوية سلطة خضراء، يعني خلاص كده يبقى وجبة كاملة متكاملة. اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، لان الخلطة بتاعتها لذيذة وبسيطة وتحسوها سريعة. البصل كمان بيديها طعم حلو جدا، الخضروات كمان معاها لذيذة 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 جدا. اذا عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله. بحبكم في الله، اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.